الموتور راح بارد برضه. الفنتيلاتور ما رش نايضة. هاي الحادثة. والله مازال ما حمدش. الحس تاع الموتور هذا هو. راك تشوف راها نورمال عادات كي نوضها درك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش فيكم؟ لاباس بخير. اليوم عندنا سيارة نوع جريت وول ام كات بون ام كات والفلوريد والسيترونت محرك واحد ان 5 في في تي. المحرك هذا دوبلا براكا. السيارة تاع لي بيستون تاعها ان 5 انسان في في تي. فيه المانو دي بريال تاع الفي في تي. هذا الفارياتور التايمينغ بيلت هذاك شغل يمد لافونس والروتار في ال في كيسموه في الفتح تاع في الحل والتبلع تاع كيسموه تاع لي سوباب. بون المحرك هذا بريغل ما فيش فاش اكيد بزاف. بون اليوم خونا هذا بعث لي الفيديو تاعه عنده مشكل ال كيسموها الفونتيلاتور يمشي شويه طول دوزيام فيتاس. بون اذا كانت فونتيلاتور طول بريمير فيتاس بزاف ما كاش مشكل، وانما اذا كانت الفونتيلاتور تاعك طول دوزيام فيتاس كيما نقولو راك تدور في لافيل طول دوزيام فيتاس معنتها عندك بروبلام. ما البروبليم واش هو؟ تكون عندك رادياتور مبوشية. اذا كانت عندك رادياتور مبوشية كون نشوف الرادياتور هذه فيها شهادات لداخل. هذوك الشهادات كاين اللي يستعمل الماء، هذاك اللي يستعمل الماء راه رايح حتى الرادياتور تتبوشا من الكالكير برمطور باسكو الماء في الشوائب في الكالكير وكاع الماء كيدور في البلوك يدور يسخن يلحق درجة تاع 90 100 تاع الغليان تاعه راه رايح كيما نقولو يولي يدير الكالكير. هذا كي يبرد هذا الكالكير يلصق في البلوك يلصق في لاكيلاس يلصق في جميع الأماكن. هو لا يقول بلي لي قويتا سخانة ما يطلعش. أنا قلت لخويا قلت له روح الحاجة الأولى بريمير مون واش راح نديرو ما نروحوش ديريكت للمحرك ولا البومب تاع الماء ولا نبداو بال كيسموه يا ربي نبداو بالرادياتور تاعنا نيتوايوها نديرو لها دي تورتراج عند مولي رادياتور ينحيها ينقيها لك تريبيا يردها جديدة
البوشول ما يديرش، هذا البروبليم تاع الفونتيلاتور دور ديزيان فيتاس. بقى عندك ثاني حاجة واحدة أخرى في الجريت وول ولا في النوفو اون جينيرال، كي تنحي الفيشة تاع تاع كي يسموها يا ربي تاع المانو تاع السخانة، كي تنحيها الدور دور الفونتيلاتور ديزيان فيتاس. هذه معلومة فقط. بو احنا واش قلنا؟ قلنا نديو الرادياتور عندهم ولا لي رادياتور، ينحيها ينطويها يحطها جديدة. إذا قعدت السيارة تسخن الفونتيلاتور دور ديزيان فيتاس، نروحو لابومباو نحو لابومباو تاعنا نشوفوها، باسكو دي فوا لابومباو تشا يرشاولها هادوك الرياشات تاوعها. كي يرشاول كيما نقولو الرياشات تاوعها، راها رايحة تولي ما تضوش الماء مليح. كي ما تضوش الماء مليح السيارة تولي تسخن، تولي تتعب، يولي السيركوي تاع الماء يكون يضرب واحد لافيتاس تقلال لافيتاس تاعها. كي نلقاو لا بومباو تاعنا مريقلة وكاع، نفيريفو المانو تاع السخانة نبدلوه، سي لو فون نبدلوه، نخسرو يدير واحد 150 160، تبدل لو مانو تاع السخانة تاعك. وبالنسبة لهاد السيارة راها ماشية 164 ألف كما نشوفو، مازالها جديدة. دوك كي نديرو كيما هكا، نروحو لكيس موه يا ربي، نروحو يبقى لنا جوان كيلاس. دوك السيدة يقول لي بلي زدتها نص قرعة تاع ما، معنتها الما راه ينقص. كي يكون الما ينقص ممكن يكون يفوت لي بيستون، معنتها ممكن جوان كيلاس، نقدر نشكو ايضا في جواند كيلاس. واذا كان فتحت جواند كيلاس دير لها جواند كيلاس كاغت، ما ديش حديد، نحو لا كيلاس تاعنا ندوها للتور نكونتروليوها. كما نقول لك كانت عوجو نفوتوها، ما كانت عوجو تبارك الله، نعاود نبدلو شو نديرو جواند كيلاس كاغت. راه عندي لي فيديو تاع جواند كيلاس، نديرو جواند كيلاس تاع كاغت ونتهناو. هذا فيما يخص الفيديو تاعنا اليوم، صحة فطوركم ونتلاقاو في فيديوهات اخرين ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.